بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور ياسمين سعد، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة فعاليات المؤتمر الموحد لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة، ودي تاني سنة لي يتعمل المؤتمر ده. من المؤتمرات المهمة جدا في مجال الطب بالنسبة للتخصص ده، لأنه بيجمع أكتر من جامعة، والجامعات دي كلها بتبتدي تطلع كل الخبرة اللي هي قامت بيها، سواء كان في الأبحاث اللي اتنشرت أو المشاركة في المؤتمرات العالمية. المؤتمر السنة دي يمكن الأفكار بتاعته مختلفة شوية عن المؤتمر بتاع السنة اللي فاتت، لأنه واخد المواضيع من منظور مختلف لكنه منظور مهم قوي. يمكن ما بناخدش كل موضوع بنفس العنوان بتاعه، لكن بنشوف تداخل الأمراض أو الأعراض مع بعضها في نفس المرض اللي ممكن يبقى واخد أكتر من جهاز في الجسم، وده بيخلي بعض الدكاترة وبالذات الدكاترة الشباب الصغيرين اللي هم ممكن ما يقدروش يعرفوا التفاصيل دي يبتدوا يجمعوا الأعراض ويبتدوا يعرفوا تفاصيل أكتر، يقدروا يتعرفوا على أحسن الأساليب دلوقتي في التشخيص وفي العلاج، وده أكيد هيفيد الصغير وهيفيد كمان الكبير.